وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائلك أن نوح أوري وحنا هاي والد أي عروري أدغتو قوبها وحبرشدا عرور تاسي وحا قادة بس وحانا نغي قادة لعك تفيق اسكولك أما قوبتا وحبرشو إيو لعك ديراد أه أو بس كلاسيو وحجرا بلو فسحو يهي قوبتا سيهي فسحتهي لعك تينا وانو وضا بحنا تي ميشا قوبتا وحبرشو إيو تي بسكا يدو أن أكسون هاي إن بس كاسيل عقد الله سينا إنن ركارين تنوع عسل عقد أنا نجى قاضي حكم كيد ومحون قنيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أدي مركور الوشي سداس الوشي يي والد كولبية طوان كبلاد با لعقد إنه وضب حيو لعقد سكول كام مدرسة دا يلعقت بس كبا هالشيء سكبا قف كحراية إلى هنا سبحانه وتعالى وحريا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومن أنت هالشيء سك أتقشان وفي رسولكم عليه الصلاة والسلام يحرى المسلمون على شروطه مسلمين تا وحى حراية وقبانا يا شروط الجلال إلا شرطنا حل حراما وحرم حلالا شرط جي حلال حرام كديجا يا أما حلال حرام تمين يا سو شقين ماي وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعي أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الشيء سي الشرط كستا وحكم كإلهي خلاف سنوا باطل بول النبي البخاري مسلم وريا من حديث عائشة رضي الله عنها بركاديه الشيء سو تشير واسدا وحين أكسونا هاي ضدك شقالها أه فصح بي لي بالبالة فصحاء لما بلوت بالة فصحاء أما كير أما كبضان مربس إذا الشيء سكوي هاي إيو غابك أي شركة دا أما ما شقفك كشقية أو شقيسو وأنا الله سياقفك مشاهد كيسي سوى فصح بجه ويقفكم وحرية هاي ماشي وشقارة كاها صالح دي معلمين تي مشاركة والله سيا حقنا ويولي إلا سيا وقتها فصح سبحانه إرادة وما أقابنا تاني نمر كوالله ميدو وينقفكي لقى قادو لعقتي معلمها فصح وحكراي لم يتايون يا خميس تيه شمعة والله ما دكتو والد كنا ما يراه ذا بشي لبي الله تن عشاء الله نكتايس ديد عشاء كلا أنا ولا عقب حين ما يولي عيد كدوه يسمينا نار سديد دا عشاء ده دي الله غروريه وحين نقول يا سنة كي معلم بدون صامة بل سديد دا لبي طبعا كله فا لبي طبعا بلاد وهاي مصر لحية لحية سقاش وصدح بلادية صدح بلادية يلحش صدح بلادية يلحش شو الماء قوام بيجنا هاي هذا اللي عقته اللي بحس واحد كان اللي صار وابل ولا دوب يس اللي بيش عروض تفصح بيها هاي ده مع العقته اللي يقعد ما الفرق بين الأمرين أو هاي فرق يلا والله رمضان الحين هدانو هالشيء ستيرين قار وسكول هذا قار بهالشيء سوالف ساكولا قار لما يتوانك بلاد بلعك توان بحنس ويقولي بان اوكي ريسا معلمين بان السوق ايسا وحوية يعني ان عرضي عرورتي هم قناعدان لكن لعقتي كل يبا هو انك بحيسا وانا لقى سوقي شيس بيسا كل اقلا عندي هشيس ساكل اقل شيء شيس كاسا شغيني كان يساقو هشيس لقى لنه ارنكو مرة دون نقضى عرفي
عرفي مر هدو نقضه وحليس لا يقانا ونقضه وضد كويس لوجيه سيجار بين لوجيه الشيني وحي لوجيه الشيني ملمدي وتقاعدة الشرعية ترى هذا فقهي المعروف عرفا كالمشروط الشرط وحي عرفي أهال يعاد أهال ليس ليقانا وحلو شروط تماي أو لوجيه الشيني ملمدي إما كان أمر كانوا ده بلد كان أجنو أما الله كلا قرتوا شيء سالكوا قالوا أما يالكوا قالينا أرنس كم عروفه بيتاسن قط إنه سكول كوا حويان ربيع طبعاً كبلاد با عدي دقتا وكقاعدة لحق معلمين تينا لصي وحخل هذا إن يلا لقى قاعدة كي معلمين تي محمل لصي معلم كوي سقو يبص كوا أجير خاص طبعاً أجير كخاص كوا قف ك عدقار وشقينيه أجير كعام كنا وقف ك ده دت كودن الشقين يس دوار لها وكلا إيوه مريادة كوتولي أجير عام وكلا رقف قار ده وما كريس لكن معلم كعيد قار وكريس وعيد سكول كيس كلا بس كنا قف ك بس كوتانا إيه قايو سقار وكريس وشقالة وي أما هالشقين يبيد عندنا العلم يقو أما يام الشقين مر هذا ويسوي إسكال مقنين أو ده مال مش قاوي إسكال مقيء أنا هاي فصح وكم مقيء فصح هسا ما هنقول فصح جودة وضن كل الفصح هسا عيدا وكله أما هكم مقنا هذا فصح جارة وده سكول كوبسي جارة وسي ولا يمشاركس ساس العلم وحويه الفطور الأجير الخاص له أجرته سواء عامل عامل لم يعمل قف كمرة ذات سيجارة أو كيرة ساتو أو شقالة سيساتو مشاركي سيولي هاي أما شقالي ها قبطو أما شقالي يانو قبانو فصح وكتشري أوجي يانو قباني كمعلم كنا مشاركي سيولي هاي بلاها فصحة يا معلمها فصحة بس كشقيني أنا وساسوك سواء مشاركي سيولي بس كلفتش وأجير محي خاص هذا المر كورة اللي قلها الشيء انت صوب بلاد بعدين شقيرس دي مر كورة اللي قلها الشيء اللي قوي يري انت صوب بلاد بعدين شقيرس بلا كلامه كشقيرس ده انت لك كريستة يوم بوجيره دي مش قايد دي لي انت كلانا ده وايرو بقول كيلا مش قتله اللي أنا جاي مش شقيرس ده الوقت جارب على شقيرس وقف كده تصارع لرجلين كورة دي شقيرس رجلين كدمنا إلا هذا شقق الدار، قال إن كهرب مشارك السنين، قال إن كدمار الدمار كهربا شقق ولا ماشي، الكار إن كواين معلمين تأييو، بصص كأييو، شقق عليه وكلا سكول ذا كشقق أييو، واين حقوق ده دار للسجيل عليه، دي وارد كلا قاضي عادي كلا أييو، ورد دي ماشي شقق عليه كيهين أييو مشارك ودي ويليهين وقت فصح، حتى دان وارد كلا قاضي بلا فصح. والد كنا وين وحابان إجانو، سكول كوا حلاجة وين كتشروا جوري كراء، تمر كلا فصحى كراء دي فصح جلي ميسو، تذكر ماشاء الله كراء دي بوفرني يعني سو مو فصح جلي ميسو كراء دي، معلمين تينا ده شقدهم بكم قيين، يجي المشارك والله سينا، كذا ترى بلا فصح أنا وحبب بحن مايو، تواحي نقول إنسان ده سكول غير جوري ميسو ورتجلي. وبلا فصح هذا كبح هاي ماشي وكرس قولي كرر رادني وبعدين دوني إسكول أنا معلمي ما لو واحد ناين أو مرك وقت يفصح على جرم معلمين تفصح يومي وردو إسكتر أنا جاي مش قيسان هذا لقى بلعبه وهذا ورا معلمين كرر رادني يا مرك وقت جي سنة دراسة جي أما بلا ويوح برشاد اللي جاره سدوا كل شقين كرا وكل كرا ما كرا مرك والد كوين اللي نعيدا وحكا قال معلمين تونا وحي مدين إن الله ما موسى وحلو ترى العاوية ما مدنا وحي يرى رب حين يسامان تدد كأن وغول حساب تمان إن وغول حساب تمان ما إن أنا أراك ده قف إساقو إسكولا ده بدان إيا وحا فرطايا أي سو بير بير ستين مو يالي عيد معلمي ما كتاجرتي ولي ما أراك لما يلي معلم كواقع ده مدر قوي وبيل كيساسو أيو قلب صدا وكاين سيدا ما أنت لو يجي الله يقول الله حساب تنوح صح ما إن سيدا الله قرونا ذا بيه
dadka waxbarashada qiimeeyo xataa gaalaba ah macallimiintoodu waxay la darajay wasiiradooda imika waddanka jabaan oo kale macallinku waxa uu xagga mushaharka iyo xagga qiimeynta iyo qadarintaba la darajan yahay oo agtooda qaanuunka ah wasiirka inta wasiirku uu qaato ayuu qaadanaya se wasiirka loola dhaqmo ayaan loola dhaqmaya waayo isagaaba wasiirka ummadda uga waxtar badan wasiirku dee howl maalmeed yaroo ayuu kala wadaa laakiin dadkii dadka wax ku tari lahaa waddankana horumar gaarsiin lahaa ayuu macallinku soo saarayaa maskaxdoodiina uu kubciriya jahligana uu ka saaraya marka dadkeenu macallinka qadarkiisa aad uma yaqaanin macallinka qadarkiisu aad buu u weynyahay sharci ahaan iyo caqli ahaanba in la dareensanaadana way tahay wallahu aclam وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.